السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من سلسلة خطوات وخواطر. استوقفني منظر لصلبان رفعت في عاشوراء أمام ما يزعم أنه قبر للحسين. وفد النصراني يحمل الصلبانة يدعي أنه جاء للعزاء في الحسين. لن نتحدث عن خزعبلات الشيعة في عاشوراء، إنما حكت هذه الصورة شيئا مهما في الدين الإمام الاثني عشري لمن يتأمل، وهو أن هذا الدين إنما أقيم على عداوة الإسلام وأهل الإسلام، وأنه لا مشكلة له مع الأديان الأخرى. هذا الدين جاء لهدم الإسلام، لقتل المسلمين، للانتقام منهم. ولذا يعيش اليهود في إيران أحسن عيشة، ويكرمون أفضل إكرام بما لا يقارن حتى بالشيعة العرب، ناهيك عن أهل السنة في إيران الذين يشكلون تقريبا ثلث السكان. إحنا كنا نصلي صلاة الجمعة في الملحقية السعودية، يعني في مكان كراج فرش، ونصلي في صلاة الجمعة باعتبار الخطبة باللغة العربية، وهذا للدبلوماسيين فقط، مش مفتوح لعامة الناس. وجاء من يطلب منا مبعوثا من الإدارة الإيرانية أنه عليكم أن تغلقوا هذا المسجد أيضا، ولا نؤذن في الشارع ولا نقول للناس تعالوا صلوا معنا، قال يجب أن تصلوا في مسجد جامعة طهران، علما بأن هناك كنائس للنصارى في طهران وهناك كنيس لليهود في طهران، فلما لا يوجد مسجد لأهل السنة في طهران؟ أما النصارى وتعظيم النصارى، أيضا رأينا حفاوة السيستاني ببابا الفاتيكان، رأينا طقوس عاشوراء وفيها يحضر الصليب أمام القبر المنسوب إلى سيدنا الحسين. كيف يقبل مسلم أن يرفع الصليب في هذه الأماكن عند قبور المعظمين الذين تعظمهم الإمامية؟ يحضر أيضا في حشدهم الشعبي مجرمو النصارى في العراق. احنا لي الشرف أن مسيحي دعمت كثير من الفصائل الموجودة وافتخر. مثلا من هاي الفصائل؟ جيش المهد، قاسم سليماني، صديق وحبيب وعزيز وقائد. ويختم السيستاني ثالثة الأثافي بفتواه حين أفتى بجواز الانضمام إلى جيوش النصارى، وأنتم تعلمون جميعا أن معظم البلدان التي عانت من اضطهاد النصارى هي بلدان المسلمين. إذن العداوة الأولى في هذا الدين، بل الأس الأول الذي بني عليه دين المراجع، هو عداوة الإسلام وتكفير المسلمين والانتقام من المسلمين، لا مجاهدة أعداء الله عز وجل ولا حتى البراءة منهم. هذا أقوله بتعبير الاصطلاح الحوزوي بضرس قاطع، يعني أقطع فيما أقول، لا يوجد عالم شيعي إثنى عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا، اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الدين الإمام الاثني عشري أسس على هدم الإسلام، لا على إدخال الناس في دين الله كافة والدفاع عن المسلمين ومحبة المسلمين. أصله، أساسه الثأر من أهل الإسلام، ثأرا للقادسية ونهاوند. هذا هو الدين الإمامي الاثني عشري. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المسلم وتبغض الكافر. ولا يعني أنك تبغضه أنك تظلمه، لا، ولا نقول بذلك، العدل والإحسان مطلوب لمن لم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا، لكن هذا الدين يوائم جميع الأديان إلا المسلمين. كيف ترفع الصلبان يا شيعة عندما تزعمون أنه قبر للحسين في عاشوراء وفي غير عاشوراء؟ وهذا دليل عظيم على أن هذه الملة إنما اخترعت لإبطال الإسلام ولتعظيم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه تأسيس ابن سبا اليهودي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.